يتعلق بالدعم اللوجستي والمالي، أليس في دخول قوات برية أجنبية إلى العراق؟ أكد الشوقي للشرقية نيوز رفض التحالف الوطني دخول أي قوات أجنبية برية من أي دولة، مشيرا لأن العراقيين قادرون على دحر الإرهاب دون قوات أجنبية. أثبت العراقيون من خلال قواتهم الأمنية، من خلال الحشيد، من خلال العشائر، على أنهم قادرون على مسك الأرض، وقد حققوا انتصارات كبيرة في ذلك في العديد من القطاعات. نعم، نحن نحتاج المجتمع الدولي فيما يتعلق بالدعم اللوجستي، تجفيف منابع الإرهاب، التدريب، المعلومات الاستخبارية التقنية، الدعم المالي. نعم، إذا بخل علينا العالم في ذلك فأعتقد أنه ستكون جلب قوات برية سيكون لها مغزى آخر. نحن نستطيع كعراقيون، وقلنا ذلك مرارا، أننا لن نسمح يعني بدخول قوات برية من أي دولة كانت، من أي دولة كانت دون استثناء، لأن العراقيون بالتالي هم قادرون على مسك الأرض وقادرون على تحقيق انتصارات. نعم، نحتاج المجتمع الدولي فيما يتعلق بالغطاء الجوي، بالتقنية، بالمعلومة الاستخبارية، بالدعم المالي، ببناء المدن، مساعدتنا في تجفيف منابع الإرهاب، تجفيف الشبكات. نعم، لكن غير ذلك في الوقت الحاضر نحن نعم يعني لا نقبل بأي قوات برية حقيقة على الأرض، لأنها ستربك المشهد في العراق، وربما يكون هنالك كما ذكرت في التقرير هنالك من الشركاء في العملية السياسية من لا يريد دخول قوات برية من أي دولة كانت. وفي ملف اختطاف العرب والأجانب في العراق، طالب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي طالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والدولية واتخاذ كافة الإجراءات الفورية لضمان سلامة المختطفين القطريين في العراق. أعرب وزراء الخارجية في بيان بعد اجتماع استثنائي عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لاختطاف مواطنين قطريين دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، أصفين هذا العمل بأنه خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بالإضافة لأنه يسيء للعلاقات بين الدول الإسلامية. أشار البيان إلى تضامن المجتمعين مع الحكومة القطرية بجميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن. قالت مصادر في الإدارة الأمريكية أن وكالات المخابرات التي تحقق في خطف 3 أمريكيين في بغداد الأسبوع الماضي تركز في تحقيقاتها على 3 جماعات متشددة لها روابط وثيقة بإيران. نقلت رويترز عن المصادر الأمريكية قولها أن التحقيقات تركز على أصابع أهل الحق وكتائب حزب الله ومنظمة بدر في اختطاف الأمريكيين 3 من حي الدورة جنوبي العراق أو جنوبي بغداد. قالت المصادر لرويترز أنه رغم ارتباط الجماعات 3 بشدة مع إيران، فإن الولايات المتحدة لا تعتقد أن طهران تشارك في الخطف أو أن الرجال 3 محتجزون في إيران. ويعمل الأمريكيون 3 في شركة صغيرة لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن، تقوم بأعمال لصالح شركة جنرال داينامكس بموجب عقد مع الجيش الأمريكي. هذا وأكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن الأمريكيين 3 اختطفوا على يد عصابة منظمة تنفذ عمليات خطف وابتزاز. قال العبيدي لرويترز خلال زيارته للقاهرة أن المختطفين هم أمريكي عراقي الأصل والثاني أمريكي من أصل جزائري، أما المختطف الثالث فهو أمريكي المولد. هم 3 ليس حقيقة يحملون الجنسية الأمريكية، واحد أمريكي مضبوط في الولادة وفي الجنسية، وواحد جزائري وواحد عراقي يحملون الجنسية الأمريكية، كانوا من خلال علاقات يترددون في أحد الدور السكنية في منطقة الدورة، ويعني متابعتنا للموضوع أنه عصابة منظمة راصدة مجيئهم لمرات عديدة لهذا المكان، والمكان أيضا أعتقد كان مشبوه يعني في شبهات ومترددين لأكثر مرة هناك ومتابعيهم، فاقتادوهم من المنطقة. والعصابات لن نستطيع نحدد أنها شيعية أو سنية، ولكن هي عصابات تعمل على عمليات الخطف والابتزاز. وحول المواجهة مع تنظيم داعش في العراق، قال وزير الدفاع خالد العبيدي أن عملية